لا يخفى عليكم بأن نحن على تم الاستعداد لمرافقة إخواننا اليمنيين ومساعدة إخواننا اليمنيين في قطاع التجارة، كما نحن على تم الاستعداد للتوريد إلى إخواننا إلى اليمن كل ما تبتغيه من مواد وسلع الجزائر لها ميزة تنافسية فيها. تحدثنا كيف نطور العلاقات انطلاقا من المواقع الاستراتيجية للبلدين، كيف تكون الجزائر كبوابة للمنتوجات اليمنية نحو إفريقيا ونحو أوروبا، والعكس صحيح، كيف تكون اليمن بوابة للمنتوجات الجزائرية نحو آسيا. اتفقنا على إمكانية إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة بين البلدين.